واحد بيقول انا اول مرة احضر هذا الاجتماع وعايز اسمع من فم قداستكم هذه العبارة، ربنا يباركك ويفرح قلبك. ربنا يباركك ويفرح قلبك. واحد بيقول ماذا عن حياة الذين صعدوا بأجسادهم أحياء مثل إيليا وأخنوخ، هل يعودون إلى التراب مرة أخرى؟ أيضا إيليا وأخنوخ هينزلوا في أواخر الأيام ويتقتلوا ويموتوا زي بقية الناس.